السلام عليكم، معكم إكرام، عضو في جمعية كازا شباب. اليوم 13 مارس 2022 جمعية كازا شباب كتنظم واحد الحفل، واحد النشاط اللي هو عرس خيري، باش نحتفلوا اليوم أولا بالمرأة، سورتو المرأة المغربية اللي ما كتبخرش علينا بالعطاء ديالها داخل البيت ديالها، سواء داخل البيت ولا في الحياة العامة ديالها، وبيان سور باش أننا نمثلوا أم وأخت لهذوك الوليدات اللي إن شاء الله غادي نمشيو عندهم بالمنطقة الجبلية بنواحي فطواكة. دونك اللي غادي نديروه هو أننا غادي إن شاء الله غادي نحفروا لهم واحد البئر، غادي نصوبوا لهم المدرسة ديالهم، وغنديو لهم جميع اللوازم المدرسية والمواد الغذائية اللي كيحتاجوا. كيف طاحت علينا الفكره؟ هو في اخر قافله جانا كنا مشينا لواحد المنطقه اللي كان فريمون عندهم واحد الجفاف كبير بزاف وعندهم نقص في المياه حاد، دونك شفنا هذوك الناس شحال محتاجين بزاف الماء، ومن هنا جات الفكره من اننا نديروا بزاف ديال الانشطه اللي غنقدروا نجمعوا منها تبرعات للناس. واش الناس فاش عرفوكم انكم الفلوس ديال هذا الريب ديال هذا النشاط هذا غادي تتعاونوا به الناس؟ الناس ساعدوكم وعاونوكم جاو حضروا؟ بيان سور، حتى واحد ما تردد الحمد لله، ما خادوش الفكره على اساس غير نشاط او حفله اللي غادي نحتفلوا، مي النشاط اللي غادي نقدروا نجمعوا به تبرعات كثيره من اجل ذاك الوليدات. كريم عبد الخالق، عضو في جمعيه كازا الشباب. هذا النشاط فكرنا اننا ننظموه بحكم ان بغينا نجمعوا مجموعه من التبرعات باش نستهدفوا بها الناس اللي في الجبل واللي في القرى، خصوصا ان اكتشفنا في الاونه الاخيره ان الناس عندهم نقص حاد في الماء، فالحمد لله احنا دابا كنجمعوا دي دون باش نحاولوا نفتتحوا واحد البير ان شاء الله اللي غادي يكون في منطقه جبليه، وان شاء الله الله يسر الامور. اليوم كنحتفلوا بعيد المراه، هذا الاحتفال جات لي في الاول على اننا نديروا هذا الاحتفال بعيد المراه ويكون فيه اعتراف للمراه المغربيه، وان ميم طون نجمعوا به دي دون اللي غادي يساعدونا في حفر هذا البير، وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.